مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حرتقجه ذا شو لليله. مواضيع كثيره عم بتصير بلبنان، واليوم معنا ضيف بنقدر نحكي معه كل المواضيع. مع ضيفتنا الليله بنحتار من وين بدنا نبلش بالتعريف. سيده بالسياسه، سيده بالاعلام المرئي والمسموع، سيده بالفلك، وايضا سيده بالموضه. مختصر مفيد، ضيفتنا هي ماجي فرح. جرب نلعب دور المايسترو بالحلقة، ولكن بوجودك كضيفة ما في مايسترو. قلت السيدة ماجي فرح. كلمة سيدة منا بس هيك للتعريف، هي بتعني كتير، لأنك أنت مثل ما قلت بالسياسة سيدة، بالإعلام سيدة، بكل شيء معقول نحكي معك رح تعطي الرأي السديد، وسيدة الرأي السديد إن شاء الله. شكرا، ميرسي. أهلا وسهلا فيك بحرتقجة ذا شو لليلة، أكيد بيتك. هيدي الحلقة كان مفروض تكون مسجلة بشباط، بشهر شباط الماضي، ولكن تأجلت للأسف الشديد بسبب حادث جلل مثل ما بيقولوا، ألا وهو وفاة الوالدة. نعم. أول شيء بدنا نقول لك العواض بسلامتك. شكرا يا هشام. ويخلي لك عائلتك، وإن شاء الله بالعمر الطويل لك يا رب. شكرا لك. أول شيء خلينا نبلش من هيدا الموضوع بالذات، لأنه أنا بعرف معلي لو بدنا نبلش بهيدا الموضوع. كنت جاي سجل الحلقة وقتها، استدعوني على المستشفى دغري فقدت والدتي. يعني بتعرف فقدان الوالدة ما في شيء أصعب منه، بعتقد من أصعب الأمور. يمكن في شيء بالحياة أصعب، بس الوالدة هي محطة. قبل الوالدة وبعد الوالدة بتغير حياتك كل هيك بأي عمر اللي كان. بأي عمر اللي كان الأم هي كل شيء. قلب الأم لا بشيخ ولا بشيب، ولا بتضلك تحسها بعدها قدامك، يعني أنت بحاجة لها. بتضلك أنت طفل تحت تفقد أمك، تكبر فجأة، تنضج فجأة، تتغير حياتك لما بتفقد الأم بالوالدة. هذا كل الفقد ووالدتهم بيعرفوا بأي عمر. كنت أول شيء يقولوا لي هيك أشخاص من عمري، نحن يتم، أضحك، شو يتيم بعمرنا، نحن من يتم، نحن من يتيم. بتشعر فيها لما بتكون قدام هاللحظة الصعبة، هاللحظة هيك يلي هي مفترق طريق بحياتك. كنت دايما اسمع بيقولوا انه واحد ما بيحس حاله خطير الا ما يفقد والدته. بدي كمان علق على شغلة بجناز الوالدة الله يرحمها، وزعت عقود لولو ابيض. نعم. عرفنا شو 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 سره. لا لك، انا والدتي كانت امراه كثير كثير مزوقه، وكثير اليجنت، انيقه، وكانت تحب كثير العقد اللولو. هي بالمستشفى تقول لي يا ماما عقد اللولو بزبطي لي اياه من هون وفك من هون، وتقول لي دائما البسي اللولو. اللولو بجمل، بيعطي شيء اشراق للوجه. فلما كان جنازة كان بالأربعين، أربعين كان عيد الام، هي 21 أذار عملنا الجنيز، كان مزبوط صار لأربعين يوم على القد. فحبيت أنه هيك بذكراها يتذكروها الكل بعقودة لولو. يعني حضرتهم من أجلها لكل الحضروا الجنيز، كل اللي اجوا على الجنيز. مرة تانية من قلك العوض بسلامتك يا سيدة ماجي فرح. وبدنا نقول أنه ولدت الأناقة، ورثت الأناقة لبنتها. وأيضا يعني الانسان لما يكون ارثه بخير، حتى لو كان حتى لو بيتوفى بضل ارثه موجود. خلينا دغري نروح لموضوع نحكي، بلش نحكي، يلا نحكي، يلا حكي بدك اياه. بنبلش نحكي ونبلش كيف ايش كثير بحبه فش خلقي اقول حبه حظنا حلو يعني. هي اليوم اليوم هيك منيح الحظ، اليوم منيح قريت انه كثير منيح لك. طبعا الحال خلينا دغري نبلش نحكي ونحكي بالسياسه. بالسياسة. أنا بدي أحكي هيك دغري بحالة البلد وبالسياسة. ماجي فرح، كان عنوان سنتك أو عنوان كتابك لهالسنة كرة اللهب تتوسع. اليوم اسمك مع جملة كرة اللهب تتوسع، هيدا كان العنوان تبع سنة 2015. نعم. وفعلا كرة اللهب توسعت، وصلت على اليمن بأحداث التحالف العربي لضرب الحوثيين. لأول مرة جيش الخليج العربي أو جيش دول مجلس التعاون يتحرك لضرب جماعة حليفة لإيران باليمن. أيضا حادثة شارلي إبدو بال 2015. أيضا بنيجيريا بوكو حرام ما زالت ترتكب الجرائم. كرة اللهب تتوسع، عم تتوسع بعتقد
قدرا لتوقعاتك ولا حتى اكثر ما توقعتي ولوين واصلين؟ اي لا هي اذا بتشوف الوضع الفلكي، اذا ناخذ وضع الفلكي وهو طبعا مثل ما بتعرف علم الابراج وعلم هو بفسر لك التندانس يعني الاتجاهات، ما بيقول لك رح يصير هيك بزروب هيك ورا الباب، وهذا الشيء مش مزبوط. الوضع الفلكي نحن بمربعات بين بلوتون وبين يورانوس، يعني بشكله يورانوس هون وبلوتون هون بيعملوا زاويه من 90 درجه اللي هي اصعب شيء، بس تكون بهالزوايا هيدي بتعني انه في كوارث بدها تصير بالعالم. هلا وين وكيف ما يعني قليل حتى تقدر تحدد، بس بتعرف انه في كوارث. نبتون كمان عامل مربع مع ساتورن يلي بلش باول السنه، يعني في فيضانات، في حوادث مائيه وفي زلازل. لهلا شو؟ هلا حرب وزلازل وحوادث. زلزال نيبال وحوادث المائيه في موضوع غرق المهاجرين. اول مره بتصير من كذا سنه 1000 شخص من المهاجرين بيموتوا بالمي بهالطريقه يلي كانت فاجعه كبيره وكارثه، يعني ما كان حدا متوقعها. والحروب يلي عم تصير وعم بتشوف عم تتوسع، يعني عم تتوسع وين ما كان، وفي خوف من توسع اكثر. اليوم برز بالصحف الاوروبيه صور لعناصر من داعش عم ياخذينا من روما مع تهديد بضرب روما قريبا، يعني معقول كره اللهب تتوسع لكي تضرب اوروبا. هيدي اليوم بالجرايد، هيدا كله بالفلك عم تحكي السيده ماجي فرح. اليوم ثاني 6 شهور من السنه بالفلك وبالتحليل، وين رايحين؟ هل الامور الى الهدوء ام الى توسع كرة اللهب أكثر وأكثر؟ لا أكثر. بشهر أب في كمان جوبيتر رح يدخل إلى برج العذراء ورح يشكل مربع مع ساتورن. جوبيتر بمربع مع ساتورن ولا مرة بالتاريخ إلا ما صار في حرب كبيرة أو صار في صدمة. بصيف يعني عم نحكي بالصيف؟ صيف بآب وطالع إن شاء الله. لا برجع بقول نحن ما فينا نعرف ونتنبأ، بس إنما لما بيكون ولا مرة صار في حرب بالعالم إلا ما كان في مربع أو مواجهة. المربع أقوى من المواجهة. السنة عنا مربع لأنه رح يفوت على العذراء وساتورن هو بالقوس، إذا بنحسب عذراء ميزان عقرب قوس رابع بوزيشن رابع محل بنسميه المربع بشكله أنجل زاوية من 90 درجة. إذا هيدي الفترة بأواخر آب وأيلول رح تكون يمكن فترة دقيقة جدا. هلا أين تندلع الحرب؟ شو بده يصير؟ شو بنقدر يعني معرفة. إذا بدي أقول اليوم أنا للعالم اللي عم تحضرني، صيف لبنان ساخن؟ صيف الشرق الأوسط ساخن؟ ما بنعرف. أم صيف في العالم ساخن؟ أي مكان هزيل معرض وممكن يكون أمكن كمان نحن مش متوقعينها. وبيرجعوا بيصير في مربع مثل أول السنة وقت صار أول. أنا سنة الماضي حتى بالكتاب قلت تشبه هذه السنة 2008 شو صار إذا بتتذكر بال 2008؟ صار في جريمة كبيرة أو في جريمة 2008. صار في اغتيال، عملية اغتيال 2008 اغتيال القيادة عماد مغنية. وشو صار هلا السنة؟ اغتيال ابنه نجلو بذات الطريقة. جهاد بذات الطريقة. إذا بتقرأ إنه هذه السنة تشبه، أنت قلت سنة 2015 مثل 2008، وخاصة قلت بالنسبة للبورصة للوضع الاقتصادي بأوروبا كيف نزل الأورو. نزل الأورو سنة 2008 صار بأيلول كمان كارثة اقتصادية لأن زيت الأوضاع الفلكية عم ترجع. ما هي في أوضاع فلكية بتعرف، بس يكونوا كواكب بطيئة وكبيرة بتاخد وقت حتى ترجع تاخد تغير مكانها. فرجعت الأماكن هي زيتها، هي بتقدم بتتراجع بذات المحل. رجعوا زيت الأماكن. نحن عم نشاهد سنة تشبه بأحداثها 2008. بال2008 صار موضوع داخلي أليم ألا وهو اشتباكات 7 أيار ببيروت. هل معقول نشاهد اشتباكات داخلية السنة كمان برأيك؟ إن شاء الله لا، بس أنه نحن هلأ بالألمون وبمنطقة البقاع منا عملية هينة وسهلة. متخوفين كتير من أنه تتغير الصورة أو تتبدل وتاخد طابع مذهبي. هذا أنا بخايفة منه، يعني طابع المذهبي اللي ممكن ياخده أي صراع حالي. واللي بحالة الصراع المذهبي فإذا بيكون 2008 فعلا بتشبه 2015 بهذا الموضوع حقيقة. بالذات هلا إذا انتقلت من الفلك للتحليل السياسي اللي كمان ماجي فرح سيدة بالتحليل السياسي. ماجي فرح كان دائما تحكي عن موضوع التقسيم، حتى من بعض الطائف كانت تحكي عن التقسيم، يعني أنت ما كتير اقتنعتي بالطائف وضليتك كتير تحكي عن التقسيم. اليوم
كمان بنسمع من بعد معركة جسر الشغور ومعركة إدلب، معارك إدلب، إنه هيدي المعارك والانتصارات اللي حققتها المعارضة بجسر الشغور وإدلب والرد عليها اللي صار بالقلمون هي تحضير نهائي قبل المرحلة الأخيرة من التقسيم. هل ما زالت لليوم ماجي فرح بالتحليل مش بالفلك؟ أنا عم بحكي بدي أسألك إذا الفلك الفلك يحكي عن هذا الموضوع، فلك ما في إلك زمن بالتحليل. هل أنت اليوم أنت مقتنعة أكثر وأكثر إنه التقسيم قادم لا محالة؟ أكيد. لا لك ليش اليوم انت يلي نحن عم نسميه الربيع العربي، انا بس بلشت بمصر وبلشت بغير مناطق لهم، بلش ربما عمليه تقسيم الشرق والفرز، الفرز والتقسيم وتغيير الجغرافيا بالمنطقه. ليه؟ اسرائيل دوله، معلش بنحكي اللي احنا لازم نقوله ونفهم، وخاصه هالجيل يعرف شو عم بيصير. اسرائيل دوله يهوديه. هذه قوتك انه حتى جيل جديد بيستمع لك باستمتاع. ما لكن اكيد علمون، اعمل لهم محاضرات بالجامعه بالمدارس. في منهم في بسكوت امبارح في ابونا اللي صار ابونا رح يصير سيدنا، قال لي عملت لنا محاضره، كنت بعدني تلميذ، قلت له وطي صوتك. قال لي انا بتعرفي اجى لعندي هيك يعني، ونحن كنت بالبلماند يعني، قال لي جيتي لعنا على البلماند، قلت له اوعى تقول على العالي اي سنه، اوعى. اكيد كنت طفله صغيره لما اجيت. انا بقول له انا بدي اقول لك يا محتال سبقتني بالعمر منك هي. طلعت فيه هيك، طلعت فيه قلت له ابونا، قلت له اوعى تكون سيدنا، قال لي لا بعدني ابونا، قلت له نشكر الله رح يصير سيدنا. قال انا علمته على كل مدرسي. على كل، بس انا بدي اعقب انك مشرقه اليوم فعلا يعني مرسي. وكل انا على يعني المكياج لا 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 بس هيدا قولي انامي البول كوستانتينيان كمان الى يعني دوره، بس اشتغل فيي منيح مش القالب غالب القالب غالب. خلينا نرجع لموضوع التقسيم بالمنطقه. اسرائيل دوله يهوديه ومن هون يكون رايح. لا لك اسرائيل هي بمنطقه في هي بغالبيتها نحكي صراحه بنقول غالبيتها سنيه، المنطقه هي مسلمه سنيه. اسرائيل دوله يهوديه بالكيمياء بالشيمياء شباب بتعرفوا انتم اي صف انتم باك بتعرفوا انه بالشيمياء اذا اخذتوا مثلا جسم صغير وحطيتوه بقلب جسم كبير شو بيصير فيه؟ بيدوب بيدوب بخرب ذوقكم، ما بتعرفوا شو بصير فيه؟ ديزولف ديزولف. شو عم تعمل مدرسة؟ ديزولف بيدوب ديزولف. ما هيك؟ ولا ما فوتوا على لابوراتوار انتوا تفهموا؟ شو هالجيل هيدا؟ ما في بادجت، ما في بادجت، ما عم لهم لابوراتوار. على كل حال بدي احكي عن هالجيل اللي بيحكي ما بيعرف يقرا، ما بيعرف يحكي، بيكتب بالواتساب بيكتب بالعربي الفرنساوي، ويلي ما سامع مثلا سامعين يعني انجا سامعين بكم شاعر شو تغيروا عن ايامنا. هلا سامعين بالشعر انستغرام الاول انستغرام. هلا اكثر شيء ماشي هيدا اكثر واحد ماشي. بقى اسرائيل ما فيها تعيش بدول بدول كبيره او يعني ما فيها، بدها تعمل دويلات هي بالبلان تبعي اللي بلش من سنوات. انت بالحرب كنت تقولي هالحكي؟ حرب بحرب لبنان قلت لهم بلشنا بالحرب التقسيم، وقلت انه لبنان طبعا كنت بعدني صغيره. لا عن جد هالمره كنت صغيره وقتها. وقتها قلت شو عم بيصير؟ عم بطلع شو عم بيصير وانا قاريه قبل عن البلان تبع اسرائيل، وكنت بالجامعه يعني وبالجامعه بتعرف بتصير توعى على السياسه. قلت لهم بلش تقسيم الشرق ولبنان هو اللابوراتوار، هو المختبر ليشوفوا شو بده يصير، شو بدهم يعملوا بتقسيم الشرق. وانه بلشوا هلا وبلشوا بلبنان، بلش الفرز مسلم مسيحي، بعدين درزي مسيحي، بعدين مسيحي، عملوا كل الاختبارات. قلت لهم احنا واصلين الى السنه والشيعه. بتذكر لما كنت اقعد بيضحكوا كانوا يعني اصحابي يعني كانوا السنه والشيعة يقاتلون جنبا الى جنب. ايه وكانوا يضحكوا اصحابي سنه والشيعة يعني شو عم تحكي عم تخرف حرام، بالناس قالوا انه عم بخرف انه شو عم بحكي. قلت لهم رح تكون بكل المنطقه العربيه مش بس بلبنان، لبنان وسوريا بتتغير خوارط بتتغير، بده يصير في مناطق اثنيه ومذهبيه، ورح يكون السنه والشيعة لانه الشيعة هن اكثريه الاقليات. في اقليات وفي الشيعة هن الاكثريه. فالحرب يعني اسهل تكون بين الشيعة والسنة، ورح يبلشوا فيها باكستان افغانستان العراق، هيدي كان البلان، ووصولا الى 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 سوريا ولبنان. بتذكر كان معي بحكي معي على اخر حلقه بالاو تي في كان معي رئيس فرزلي، قلت له انه قال لي وين ما كان بتصير الا سوريا، كان بعد قلت له ليه لا، قال لي ام بسوريا مش معقول، قلت له كل شيء معقول ما تستغرب، تصير وين ما كان تمتد الى اكثر والى المحيط كله، ليه حتى
يعملوا دويلات وتغير الجغرافيا. يعني سايكس بيكو، سمعين بسايكس بيكو؟ طبعا اكيد. خلينا نشكر الله افتكرت كمان مش سمعين فيه. سايكس بيكو معقول؟ ولو سامعين فيه اكيد سامعين فيه. ما بيعرفوا شو مظبوط بس انه سامعين فيه. بعتقد فاكرين شو عملوا سايكس بيكو؟ فاكرين طبخه مع سايكس بيكو رز. سايكس بيكو بيجي حدا رز لا بتوحي بالباستا. هيدك جوعان. بقى تغيير المنطقه يلي قسموا المنطقه الى لبنان وسوريا وفلسطين، بدل ما يكون التقسيمات هيك رح تصير هلا هيك بالطول، رح تكون رح نشوف تقسيمات، وهيدي التقسيمات لا تخدم الا اسرائيل للاسف. ما يحصل حاليا من مجموعات طائفيه ومذهبيه وكلام يقال ورموز، يعني كل شيء عم بتشوفه هي رموز مش دينيه، رموز الدينيه هي رموز سياسيه، يعني ببلشوا بالرموز الدينيه بس هي مشان توصل الى رموز سياسيه وتقسيم. يعني الدقن عم تحكي الدقن وال كل شيء اي شيء، حتى الحجاب بدنا نحكي هلا نحن يلي تغير العالم العربي من عالم النساء مش محجبات الى حجاب اقوى من السابق. برايي انا هيدا قرار وهيدا توجيه بيطابق بشكل هو ديني، وهن مقتنعين انه ديني بس هو يخدم مصلحه سياسيه معينه ويخدم فرز حتى يصير في شرخ، تصير في دوله مسيحيه، دوله شيعيه، دوله درزيه، دوله علويه، دوله قبطيه، دوله سنيه والسنه نعم قبطيه كرديه حتى اثنيه. يعني طبعاً. إذا شو بدهم يلاقوا هلا في حوثيين اذا عم تسمع كمان دوله رح يطلع لك زيدانيين ما كنا نسمع فيهم يزيدين بلشوا يعني اذا بدك يعني ميكرو بتشوف وين في حتى يقدروا يقسموا هالمنطقه. هلا مثل ما انت عم بتقولي واصل لتقسيم، ولكن في ناس خايفه اكثر تكون نتيجه هالحراك الامني والدموي اللي عم بيصير بالمنطقه يبادل الاقليات مش اعطائهم دول. كيف بتشوفي مستقبل لتسيل المسيحيين بلبنان؟ لا انا ما بعتقد في مصلحه من اباده للاقليات. انا لحد هلا مقتنعه، ما بعرف اذا في شيء ثاني، بس الاقليات عم بالعكس عم بيبرزوا الاقليات، عم بتشوف انه صار في ديزانتيتي. يعني هذا بقول لك انا هون، هذا بقول لك انا اليوم بلبنان من زمان كان نصنا ما يعرف زميله اذا من اي طائفه او هلا صاروا بدك تفرق من وين انت بتساله، بيشوفوا اذا شيعي او سني او مسيحي من وين حتى. واذا طبعا صار في بالمنطقه كلها، بسوريا ما كان في موجود هالموضوع، سوريا ما بحيث عرفت الطائفيه، اليوم الطائفيه ضربة أطنابة عم بيقتلوا بعضهم يعني، وحتى في قتل من ضمن الطائف الوحده كمان مزبوط. مثل ما عملوا بلبنان من ضمن الطوائف الوحده علقوهم ببعضهم، بفتكر مثل ما قلت لك كان المختبر، هلا بلشوا علقوهم ببعضهم كمان من ضمن الطوائف، تضل هالحرب مشتعله ومستعره. وللاسف كل تطرف اللي عم تسمعه هلا داعش وما بعرف شو النصرة، هدول كلهم انتاج اسرائيلي انتاج اسرائيلي لضرب العالم العربي وضرب الوحده العربيه وضرب الفكر. حتى كل الاحزاب اللي هي احزاب عقائديه طارت من المنطقه، كنت تسمع حزب الشيوعي، حزب القومي، حزب القومي السوري، حزب القومي العربي، حزب يعني انت حتى عم بتقولي مقتل انطون سعاده من وقتها كان ضمن الخطوات، كله ضمن اي حدا اي 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 نفس توحيدي ونفس عقائدي غير طائفي ويعرف من هي اسرائيل وشو بدها اسرائيل، بلشوا يخفون. مثل ما كمان القاده السنه المعتدلين كمان ضربوهم حتى يجي التطرف السني وياتي مكان الاعتدال، وهذا هو الخوف. خوف انه ما تقدر تحكي الا طائفيا ومذهبيا، ومين بيحكم عاده بهيك وضع؟ التعصب طبعا، تعصب بتقوى العصبيه وبصيروا الناس راديكاليين، بصيروا الناس يتبعوا هالراديكاليين مش المعتدلين. ماجي فرح، اذا بدي اسالك اليوم قديش بدنا ندفع دم بعد لنوصل للتقسيم؟ هل اقتربنا ام بعد عندنا مسيره طويله؟ ما بعرف، بفتكر لبنان بالداخل يعني بيروت والداخل عم بحكي انا عن لبنان ومنطقه الشرق بلا في بعد في بدك لبنان. توصل للفرز لبنان ومستقبل لبنان اخذ دوره، اخذ نصيبه من الاقتتال والدماء. ما بعرف هلا اذا بعد بفتكر صار في نوع من يعني تخففت السيارات المفخخه، عم بتشوف ما بقى عم بتفوت وما بقى عم بيقدروا، يعني صار في مثل ضبط امني وهذا شيء كثير منيح لهالوضع. هلا بحاول هيك ايه في بده يصير اكيد. يعني منطقه البقاع معرضه، احنا اليوم ما فينا نقول منطقه البقاع خلص انتهت ما بقى في شيء اليوم. بل شفت معركه القلمون هي بدايه منطقه البقاع كمان.
حتى عم بقولوا بتنتقل لجرود عرسيل. طب شو رايك اخذ اول بريك بحلقه الليله؟ قد ما بدك. يلا بناخذ اول بريك بحلقه الليله مع الباند، بنرتاح شوي من موضوع التقسيم والدماء و و و، بنروح بثاني فقره بنحكي شوي عن ابراج بثاني ست اشهر من السنه. شو رايك؟ بدك. يلا يلا العالم كله ناطره. يلا يا الدنيا شبت مصاري شبت علينا فلوس، بيكون الواحد مشتري التجل وعروس. يا دنيا شبت مصاري شبت علينا فلوس، بيكون الواحد مشتري التجل وعروس. يا ربي شي صرنا كتير ملفوفي بشي حصير، صار علينا ديون كتير فلوس فلوس فلوس، صار علينا ديون كتير.